عاد الملك بيمن الله ورعايته سالما غانما. حفاوة الاستقبال المفعم بوفاء العائلة الهاشمية والأسرة الأردنية رسالة عهد متجدد بقيادة جلالته وولاء لعرشه السامي. الملايين تابعوا استقبال الملك الدافئ، وملايين الرسائل المصورة عبر منصات التواصل والمواقع الصحفية ترجمت هذا الحب العفوي من الأردنيين والعرب لأبي الحسين. جلالته بعث برسالة اعتزاز فور وصوله عبر تويتر: الحمد لله على نعمة الصحة والعافية، ولأبناء وبنات شعبي العزيز خالص محبتي وتقديري على نبل مشاعركم، والشكر الموصول للأشقاء العرب والأصدقاء في العالم على اطمئنانهم. أهلا بكم إلى نيران صديقة لهذا المساء. ما زالت تصريحات مسؤولين سابقين كبار تجد اهتماما جماهيريا واسعا، اهتماما يزيد عن الاهتمام الجماهيري الذي قابلته تصريحات لهم إبان تحملهم المسؤولية. نسأل لماذا؟ لماذا تتغير التصريحات 180 درجة؟ هل تغيرت القناعات فجأة أم أنها هي ولكن مقتضيات المكتب والمنصب والضغوط استدعت وقتها العكس؟ نسأل عن المصداقية فنجد أننا في أزمة أخرى موازية لأزمة الأخلاق المستعرة، هي أزمة الثقة والصدقية. صدقية المسؤول الحالي والمسؤول السابق، وصدقية الإعلام ومنصات التواصل وراكبي موجته، وصدقية البيانات والنفي الدائم. أزمة جعلت من الشأن العام مشاعا الكل فيه خبراء، مستشارين ضالعين، من في الصورة ومن خارجها. شكوى المسؤول في مواجهة شكوى المواطن، وضاعت الحقيقة التي يعتقد كل طرف أنه صاحبها ووكيلها المعتمد. مجددا أهلا بكم في نيران صديقة. في نيران صديقة لهذا المساء جولة في أهم الأخبار خلال هذا الأسبوع وأبرزها: رئيس الوزراء يقول إن الأردن بعيد عن مخاطر مرتبطة بتوصيفات مثل الإفلاس. بدء تحويل الجبهة الترويحية لحديقة عامة بمساحة 55 دونما. نسب حجوزات الفنادق في الأردن خلال عيد الفطر تتراوح من 90% إلى 95%. وجولة فيما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، وأجملها كان فيديو لفتاة مصرية تروج لرمضان في الأردن. وزير العدل صرح أن هناك 148 ألف مدين مطلوب للتنفيذ القضائي حتى 1 نيسان أبريل. أضاف الوزير أن القانون هدفه الحد من حبس المدين، وبين الفريق المؤيد لحبس المدين والآخر الذي يقف ضد حبسه ما زالت المواقف تنبع من مواقف شخصية، الآراء تنبع من مواقف شخصية بين جماهير الدائنين وجماهير المدينين، أما الحكومة فلا موقف مقنع حتى الآن. بالتزامن مع موسم السياحة الحالي، مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية يقول إن نسب حجوزات الفنادق في الأردن خلال عيد الفطر تتراوح بين 90% و95%. السبب طبعا رغبة الناس الخروج بعد سنتي الكورونا العجاف والحظر والضغط النفسي. أشارت أحدث بيانات البنك المركزي أن عائدات قطاع السياحة خلال الربع الأول من العام الحالي وصلت إلى 893 مليون دولار، وشكل الأردنيون غير المقيمين ما نسبته 34.3% من إجمالي الدخل السياحي. الحقيقة أن جهد مميز يبذل اليوم من قبل وزارة السياحة، ونحن مقبلون على موسم لعله يضاهي موسم 2019. بعد التصريح الذي أثار الجدل لرئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري، والذي قال فيه إن الأردن يقترب من أن يكون دولة مفلسة، عاد المصري ليصرح بأن حديثه كان مجتزأً من حديث عام كان يتحدث عن مسارات اقتصادية. بعد تصريح المصري خرج الرئيس الوزراء برد أن الأردن بعيد عن مخاطر مرتبطة بتوصيفات مثل الإفلاس.
خلال جولاتها التفتيشية، المواصفات والمقاييس تضبط 1700 قطعة من المنتجات المخالفة في 45 منشأة، وذلك عبر 120 جولة تفتيشية شملت جميع محافظات المملكة منذ بداية رمضان. قرار لوزير الصحة تلغيه المحكمة مرة أخرى. المحكمة الإدارية العليا قررت تأييد إلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة المتضمن عزل طبيب يعمل في وزارة الصحة من وظيفته. وبعد إغلاقها لسنوات عديدة، بدأت أمانة عمان أعمال هدم مدينة جبيهة الترويحية لمن يذكرها، من أجل تحويلها إلى حديقة عامة بمساحة 55 دنما. عن أزمة التضخم الاقتصادية التي تضرب العالم ومدى تأثيرها على المملكة، أشارت دائرة الإحصاءات العامة إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك أي التضخم في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2.29% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وأخيرا، في تقرير أعده مراسلو الجزيرة قناة الجزيرة حول معدلات الاستهلاك في الأردن، ذكر أن معدل إنفاق الأسر الأردنية على الغذاء يتراوح بين 35 و50% من دخلها، وكلما انخفض معدل دخل الفرد زاد إنفاقه، وقد يصل إلى 60% على الطعام. أشار التقرير أن ارتفاع أسعار الغذاء في الأردن سببه أن 85% من الغذاء الأردني مستورد من الخارج. هذا ربما يكون هو السؤال الأول أو جوهر حوارنا مع ضيفنا اليوم. وإلى أبرز ما تفاعل معه الشارع الأردني على مواقع التواصل الاجتماعي. فيديو لتصريحات وأراء سمير الرفاعي خلال مأدبة الإفطار التي أقامها عاطف الطراونة، تحدث خلالها حول أرباح الحكومة من شركات الاتصالات ورأيه الرافض لديوان الخدمة المدنية ودعوته على شركات الاتصالات 24% جابت، كان ربحهم كله 250 مليون، وظلينا نحط ضريبة، كل قانون ضريبة على نزيده لوصل اليوم كل دينار 70 قرش بيجي للحكومة، والثلاث شركات مجتمعات 70 مليون ربحهم، يعني تأخذ الحكومة 70% بدل 24%، ولكن أرباح الشركات والناتج للحكومة أقل من 24%. أنا بعتقد من باب الشفافية يجب أن تلغى شيء اسمه ديوان الخدمة، لأنه ديوان الخدمة اليوم 300,000 350,000 شخص ما يعرفش مين اللي اشتغل مين اللي ما اشتغل. في السوشيال ميديا، قاسم مثلا لم يعجبه رأي الرفاعي بإلغاء ديوان الخدمة، فعلق: أيوة ونلغيه، شو المشكلة؟ وبعدين بتصير الوظائف بس عن طريق المعارف والواسطة والمحسوبية، أما المتفوقين وأصحاب الأولوية لهم دول الخليج والغربة، هذا طبعا إذا كانوا محظوظين. أخوي قاسم، ليش الآن ويوجد ديوان الخدمة وعبروا الوظائف عن طريق مين؟ قلت لي المتفوقين؟ طيب، عن ما تحصل عليه الحكومة من ضرائب شركات الاتصالات أيضا، كتب زياد: كل الضريبة اللي بتأخذوها من شركات الاتصالات الشركات بتأخذها من المواطن، يعني المواطن هو الحلقة الأضعف. وما تم تداوله أيضا أعمال هدم مدينة جبيهة الترويحية التي لامست مشاعر الكثيرين لما تحمله هذه المدينة من ذكريات الطفولة، وشارك الألاف هذا الخبر مع صور أعمال الإزالة وعلقوا عليها بمشاعر غلب عليها الحزن. عمر كتب بذات الحزن: ذكريات الطفولة مؤلم مشهد إزالتها، لو تم تحديثها لكان أفضل. وأحمد كان كغيره من المتألمين من هذا القرار، إزالة الأطنان ذكريات ملايين الأردنيين الذين مروا بها. أضاف أحمد: قرار غير مسؤول، وينم عن انفصال تام بين رغبة سكان المدينة وخطط صناع القرار. أما نسرين فعلقت: كنا نحبها، منظر محزن وتفكير خاطئ، قطعت ذكريات لأجيال كاملة، شو المانع ما يتم تحديثها؟ كل شيء بتخربوه ما بتعمروه. أما بكر فكان له رأي آخر وكتب: يعني بتجهز في 2039. ونختم جولتنا في أبرز ما تم تداوله على السوشيال ميديا مع مقطع فيديو تم تداوله لفتاة مصرية قامت بالترويج لأجواء رمضان في الأردن بطريقة وصفها رواد السوشيال ميديا بالعفوية
وأظهر الفيديو مظاهر جمالية ربما غير مسبوقة في الإعلام الأردني حتى تستحق الاهتمام. رمضان في الأردن هتتفاجئ بيه لما تشوف الأسواق طول النهار زحمة لحد المغرب. هي الناس دي ما بتروحش ليه؟ الصبح وبالليل وكل يوم في رمضان معناه سوق اليمنية والعطارين وأسواق البخارية أقدم سوق في الأردن. حتى التمر بقى مجهول في الأردن. وطول ما انت ماشي في الشوارع هتلاقي طرود الخير بتخبط على كل باب. زيك يا حلوه عليك انت محلاك. وقرب المغرب بالظبط يا دوبك اخر ساعه قبل الفطار هتلاقي الاردنيين بيلعبوا كوره وباسكت بول وسكيت وبيجروا في دبوق حوالين حدائق الملك حسين. واضح ان الاردنيين شعب رياضي بطبعه. وفي نفس الوقت اكتر شعب يحب الحمص. قبل الفطار هتشوف الناس ماسكه طبق ورايحين يجيبوا حمص بدينار. كل ده بالدينار. شكلهم بيفرحني قوي مش عارفه ليه. بقالهم 100 سنه بيضربوا المدفع ده وقت الفطار. وفي الأردن عندك اختيارات لا نهائية للفطار. وكل فطار مش أكل عادي كده، ده رحلة ثقافية في تاريخ كل الشعوب والطوائف المختلفة هنا. يعني تفطر فطار فلسطيني أو تفطر أكل شركسي. هذا الباستا وهذا الشيبس وهذا الجد وهذا الشبجداغة. وتحلي بحلويات شيشانية. وطبعاً هينوبك من المنسف الكركي الأردني جانب مع لمة عائلية تدفي قلبك. وقهوة وقطايف. قطايف بتجيبني على طريقة أمي. كمان اللي شفته إن العائلات الأردنية الجميلة بتحب تروح تفطر في الطبيعة. تجربة بالنسبة لي كانت مبهرة. تخلص وتروح تصلي التراويح في المسجد الحسيني، أقدم مسجد في عمان. وبعديها تتمشى في شوارع وسط البلد اللي مش فيها زينة عادية، ده فيها تفنين في الزينة. كل شارع ليه تصميمه الخاص. وانت ماشي في وسط البلد هتسمع مزيكا جايه من كل حته. طب العب يلا روقان. وبالليل مفيش احسن من سحور هاشم في وسط البلد. السحور الكيوت ده انا عايزه الكباب العراقي. الخلاصه رمضان في الاردن يعني لمه وونس وسهرات ما بتخلصش. الاردن ادتني امل اننا ممكن نعيش في سلام، وعلمتني احب الاختلاف واحترمه واقدره. يعني لعل وزارة السياحة تستفيد من الفتاة المصرية اللي عملت هذا الفيديو، لأنه فعلا حجم ردود الفعل فيدباك عالي جدا. بعد الفاصل نعود مباشرة في حوارنا لهذا المساء في نيران صديقة. أهلا بكم، حياكم الله مجددا في نيران صديقة. لمن يعتقد أن نيران صديقة هي مدافع مدمرة ورصاص قاتل، هذا هو المكان الخطأ والنمرة غلط كما كنا نقول أيام تلفونات الأقراص. للمهتمين فقط نسعى في نيران صديقة لتوجيه تساؤلات الناس دون تدخلات أو ضغوط. المواجهة الاحترافية في الحوار الجاد القائم على احترام الشخوص، ولكن هذه تحمل الحكاية كلها. صبر الأعماق ومحاولة الفهم لما لم نفهمه من أداء عام، أداء الوزراء، أداء الرئيس كما كنا نتحدث مع سيد بشير خصاونة رئيس الوزراء من 4 أسابيع أو 3 أسابيع. التشكيك دون اتهام وبلا قيود، فإذا ماذا نفعل هنا؟ ونحن نستقبل وزير الصناعة والتجارة والتموين في وقت افتقد فيه المواطن إحساسه بالأمان دون حماية حقيقية للمستهلك. تراجع الصادرات، تمايل الميزان التجاري، شكاوى المصدرين والمستوردين وأهل الصناعة. أما المواصفات والمقاييس فقصة. ماذا بقي لنسأل يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الكثير؟ مساء الخير. مساء الفل. شو ظل نسألك؟ اللي بدك يا سيدي. نبدأ ب يعني إشارة إذا بتحب بس تحكي لنا موضوع هل نحن في طريقنا للتعافي بعد سنتين يعني عجاف سنتي الكورونا؟ بداية دكتور هاني مساء الخير، وأشكرك على الاستضافة. ولابد في البداية نحمد الله أن من على صاحب الجلالة جلالة الملك المعظم وعودته سالما غانما إلى الوطن يوم أمس. يعضد ولي عهده سمو الأمير حسين بن عبد الله أطال الله في عمرهما. سيدي التعافي حقيقة الأرقام هي من تدلل على ذلك. إحنا مرينا في سنتين عجاف حقيقة، وقبل نعم. السنتين خلينا نبدأ أخي هاني إذا الوقت بيسمح نعم. من بداية الأزمة المالية العالمية، بداية 2008 و2009، ثم دخلنا ما يسمى بالربيع العربي وانقطاع الغاز المصري، ثم إغلاق الحدود الرئيسية للمملكة عندما يعني دخلت عصابة داعش الإرهابية وأغلقت حدود الرئيسية حدود ربيل كرامة، ثم أغلقت بعدها الحدود السورية.
فتخيل بلد بمنفذين رئيسيات. نعم. تعطلت هذه المنافذ. بحمد الله بالعام 2019 الكل يعني وبالأرقام تدلل على ذلك أنه كانت سنة جيدة. بدأنا بحمد الله بتحقيق أرقام سواء كان نمو في الناتج المحلي الإجمالي، زيادة الصادرات، القطاع السياحي، حتى أنت ذكرت في حديثك اليوم بالأرقام اللي صدرت من البنك المركزي أنه وكأنه نرجع إلى العام 2019. الآن كنت بشيل السياحة، السياحة فقط، فقط السياحة. الآن إحنا بخطة الحكومة اللي تم الإعلان عنها بالعام الماضي الموضوع زيادة الصادرات، هذا في كلام سيدي؟ طبعا في كلام أنه الصادرات ما زادت. مين من يقول، من يقول أنه الصادرات؟ أهل الصناعة سيدي. إحنا الأرقام بيكون معك سيدي، إحنا الأرقام هي من تتحدث. نعم. ليس وزير الصناعة وليس الصانع والمستورد. لكن في العام 21 بدأنا بخطة قرار مجلس الوزراء على الفتح التدريجي لدخول صيف آمن، وبحمد الله دخلنا صيف الآمن وبدأت كافة القطاعات بالعودة إلى العمل تدريجيا. والآن بحمد الله بآخر قرارات ما في أي قطاع مغلق من الأنشطة الاقتصادية اللي كانت مغلقة بسبب جائحة كورونا. بما في التوسعة اللي تمت مؤخرا على السعة لصلاة الأفراح وبعض الأنشطة الاقتصادية الأخرى. هذا كله أخي محمد إذا بنطلع عليه بالأرقام، وأخذنا أرقام موازنة 2021 بحمد الله ما تم تحقيقه في موازنة 21 104% مما كان متوقع في ميزانية العام 21. إذا أخذنا رقم الصادرات لوحده، صادراتنا لأول مرة تقفز إلى 6 مليار، نسبة النمو فيها حوالي 20%. هذا الحكي متى؟ هذا في نهاية 21. إذا أخذنا سنة كاملة قارناها في عام 2020، إذا أخذنا الشهر الأول من هذا العام بآخر تقرير صدر من دائرة الإحصاءات العامة، هناك زيادة في الصادرات الأردنية في أول شهر من هذا العام مقارنة مع شهر واحد من العام الماضي، زيادة 27%. هذه الأرقام يعني هذه أرقام تصدر مشان نكون متفقين. أنا خوفي دائما الأرقام صراحة، بدي أحكي لك شغلة. هذه الأرقام دكتور هاني تصدر من دائرة معتمدة، هي دائرة الإحصاءات العامة، معتمدة لليون ومعتمد إلى الجهات الدولية. طيب خلينا نحكي هسا نفنطها زي ما بيقولوا نفنطها. يعني مثلا أنت كان في حديث عن برنامج دعم الصادرات، صحيح. تم التراجع عنه، أنت شخصيا حكيت عنه، صحيح. أنه هذا مخالف لاتفاقيتنا مع منظمة التجارة العالمية، صحيح. ثم عدت لإشي اسمه صندوق الدعم دعم وتطوير الصناعة، دعم وتطوير الصناعة. الصناعيين بيشوفوا أنه هذا البرنامج أو الصندوق لم يدعم حتى هذا الوقت، لم يرى النور بالمعنى الحقيقي، بمعنى صحيح. الفوائد. كل هذا إذن كلام في كلام، يعني لم نرى، ما فيش إشي تانجبل على الأرض ملموس فوائد. أولا هل أنتوا بالقطاع الصناعي توافقتوا على الصندوق؟ نعم. ولا لسه؟ طب ليش الصناعيين بيشكوا من الصندوق؟ خلينا نشرح للإخوة والسادة المشاهدين. نعم. إحنا كان عندنا برنامج اسمه برنامج رديات الصادرات. على الصادرات نعيد 3% من قيمة هذه الصادرات، طبق هذا البرنامج لمدة سنتين. إذا أخذنا أخي هاني الأعداد اللي استفادوا من هذا البرنامج أعداد محدود، محدودة يعد على الأصابع. وهذا البرنامج كما ذكرت هو في مخالفة لمنظمة التجارة العالمية، لاتفاقيتكم مع منظمة التجارة. الآن الشيء البديل اللي احنا طلعنا فيه وما أدرج في موازنة 22، تم رصد 30 مليون دينار أردني لأول مرة بتاريخ الحكومات، يرصد مثل هذا المبلغ لدعم وتطوير الصناعة. لحسن الطالع أنه خلال هذا الأسبوع اجتمعنا مع رئيس غرفة الصناعة المهندس فتح الجغبير وأعضاء الفريق، وتم التوافق على آلية عمل هذا الصندوق بالكامل. الهدف من هذا الصندوق أخي هاني هو توسعة الشريحة. احنا عندنا أعداد كبيرة من المصانع، مش معقول أن أعمل برنامج لفائتة عدد محدود من المصانع الأردنية. وهذا الأرقام اللي بناء على الرديات اللي تمت في العام 2019-20 واضحة، ما بتجاوز العدد 30 شركة اللي استفادوا من هذا البرنامج. طيب إذن إحنا لسه في مرحلة، إذن برنامجنا إحنا أنهينا، رفعت لسه بدكم لسه أثاره لما بدأ، رفعنا للرئاسة، أنا رفعته خلال هذا الأسبوع. نعم. إن شاء الله. وعملنا بنظام حتى يكون محوكم، النظام كما تعلم يتم المصادقة عليه من قبل جلالة الملك. نعم. وينشر في الجريدة الرسمية. طب الأهم من هذا الشيء، نعم سيدي، التشاركية في هذا النظام منذ بدايته تم التشارك مع القطاع الخاص بكل بلد. التشاركية قصة التشاركية برضو صديقنا الحبيب معاليك، التشاركية برضو كلمة مطاطة، لأنه أنتوا بتحكي تشاركية بيروح القطاع الصناعي بشكو مر الشكوى منكم. مو صحيح. أنا بعطيك الصافي. طب أنا بدي أحكي لك مثلا، أنا بعطيك خلينا الصافي. خلينا نعيد السؤال بصيغة أخرى، لما تبدو برنامج دعم الصناعة وأنت تتراجع، يعني أنت بتصريحك تراجعتوا بمعنى أنكم تراجعنا لأنه مخالف لاتفاقية، بعدين تم تعملوا صندوق لسه ما تأثرش،
ألا تعتقد أنه هذا تراجع آخر للحكومة في وقت هناك عدم استقرار في القرارات؟ هناك بصراحة يعني زي ما أكثر من مكان، وجلال سيدنا حكى عن الأيدي المرتجفة، أنه ما فيش قرار سوليد، فيش شيء يعود بالنفع مباشرة على هذه القطاعات. سيدي صحيح، لو كان أيدي مرتجفة لما تم إدراج هذا الصندوق في العام 22 وتم رص 30 مليون. نعم. الآن التشاركية اللي احنا بنحكي عنها، أنا كنت أتمنى أن يكون جالس معنا أحد الصناعيين رئيس الغرفة، أسفة الجغبير يطلعوا معنا أبدا معنا. إذا موجود أي حدا من الصناعيين يقول ويتحدث لك عن الشراكة اللي موجودة مع الحكومة ومن خلال وزارة الصناعة والتجارة. إحنا مع القطاع الخاص أخي هاني، نعم، على تواصل بشكل يومي إما بالهاتف أو بالاجتماعات على كل المستويات. القطاع الخاص شكا من شكا أيضا مرة شكا من موضوع عفوا مزاحمتكم لقصة موضوع دعم الصناعة الوطنية مش موجودة. صراحة نحكي عن السياسة الحمائية اللي عمليا مش موجودة، مش موجودة بالمعنى الحقيقي، مش موجودة. في دول عربية قريبة منا جدا عامل سياسات حمائية تقريبا 100%، فيما إحنا وحتى مع موضوع المعاملة بالمثل مش من موجود. قال لك هذا أخي هاني؟ طيب ناخذ مثل، نحكي نعطي مثل سيدي. طيب اخواننا في لاول مره لاول مره بتاريخ الحكومه الاردنيه يؤخذ قرار من مجلس الوزراء صاحب الولايه العامه، مضمون هذا القرار نعم تطبيق مبدا المعامله بالمثل على الدول التي تفرض معيقات على الصادرات الاردنيه. طب وبدأنا بتطبيق هذا النظام منذ تاريخ 2/1 مطلع هذا العام. طب سيدي يعني هاي المزاحمه بين يعني الموضوع الصناعة الوطنية وبين تسهيلكم للاستيراد، يعني مثلا انتم اليوم مثلا بتخفضوا الجمارك، بتعملوا اجراءات لتسهيل البضائع من الصين ومن تركيا طب مصانع الاردن، المصانع الاردنية للالبسة للاحذية شو بدها تعمل يعني؟ وبتدخلوش بالمناسبة؟ لا سيدي، احنا تخفيض الجمارك تم ضمن فلسفة معينة. نعم، احنا سابقا كان عندنا 18 كاتيجوري للتعرف الجمركي. لما يكون أنت عندك 18 كاتيجوري للتعرف الجمركية، هذا عبء على إدارة الجمارك، عبء على الصانع، وعبء على المستورد. خفضت الحكومة في مطلع هذا العام، نزلتهم إلى 4 فئات. مزبوط. شو الهدف من هذا التخفيض؟ الإيراد اللي كان بتم من خلال الجمارك كله بالكامل لا يتجاوز 250 مليون. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، 90% من مستوردات الأردن تأتي من دول يرتبط معها الأردن باتفاقيات تجارة حرة وبالتالي معفى من الرسوم الجمركية. الأمر الثالث، جلسنا مع القطاع الصناعي، هناك قطاعات ذات قيمة مضافة عالية يوجد لها مصانع داخل أرض المملكة الأردنية الهاشمية لم يتم تخفيض الجمارك عليه. طب ممكن أسأل السؤال؟ لكن أنا بدي أعطيك أمثلة سيدي. هناك بضائع تم تخفيض الرسوم الجمركية عليه، كان عليها رسم جمركي 30، نعم، ونزلت إما لصفر أو 5. احنا ننتج القهوه سيد؟ سؤال معلش دكتور هاني، معلش لا ننتج القهوه، ننتج القهوه لكن ننتج الاحذيه، معلش الملابس، خلينا اكمل، ننتج الهيل، لا ما تاخذيش على معلش هذا في بيت اردني ما بيستخدم القهوه، في بيت اردني ما بيستخدم اللوز اكيد، بس احنا في بيت اردني ما بيستخدم. طب انا بسال سؤال ليوسف الشمالي، لو كان مش وزير ولا امين عام وزاره، وانت وزير امين عام ضالع، يعني اشتغلت لفتره طويله في هذا الموضوع، لا تاجر، برأيك قبل ما أحكي مع المهندس فتح الجغبير وهو معنا على الهواء، لم تشعر أبداً بأنه الصانع الأردني تأثر؟ سيدي خليني أحكي لك مرة ثانية، إحنا هناك حلقة من 3 أطراف، الطرف الأول فيها المواطن. نعم. المواطن أنت واجبك كحكومة أن توازن ما بين الصانع والتاجر والمواطن. طيب هناك العديد من السلع التي كانت ترد إلى المملكة عليها رسوم جمركية مرتفعة ولا يتم إنتاجها بالكامل في الأردن، أو إنتاجها لا يكفي حاجة المستهلك. هذا نشيله سيدي، هذا مش سؤال. جزء آخر، جزء آخر في أذواق للمواطن الأردني، دعم الصناعة هذا إحنا ماشيين فيه شعار ودعمين للصناعة بالكامل، لكن في بعض الأصناف لا تنتج أو إنتاجها لا يكفي من الصناعة المحلية. طيب اسمح لي، تم تخفيض هذا الشيء للمصلحة العامة ولمصلحة. طيب نحكي للمصلحة العامة، مهندس فتح الجربير رئيس غرفة صناعة الأردن، مساء الخير. مساء النور. مساء النور. بعرف حساسية الحديث، ولكن هل بتعتقد أنه زي ما تفضل مع الوزير أنه لمصلحة الصانع هذه الإجراءات؟ لا طبعا، هو أنا أقول لك شغلة وأخوي، مساء الخير لك مرة ثانية دكتور وأخوي معالي يوسف. نعم. هذا الموضوع أخذ يعني جدل طويل طبعا. وكنا
متفاجئين حتى في فتح هذا الموضوع، وهذا رأيي بعرفه معالي الوزير وكل الحكومة، وقعدنا على مدار فترة طويلة. هذا الموضوع قديم جديد، هذا طبعا بحث من 3 سنوات وتم تأخيره حتى نتوافق عليه، وبالنهاية طلعنا بأقل الأضرار. لكن عشان أكون صريح، إحنا لما منتشاور ومنتوافق بالآخر لأنه منقدر الظرف، يعني زي اللي بنكونوا بصير فينا إنه جزء من الحكومة. مهندس فتحي، أنا سؤالي كان مهندس فتحي، مهندس فتحي بعد إذنك، إنه كان يعني مصيب مطلقا. سيدي احنا يعني متوافقين انا وياك انه التوافق بنبنى عاده على قاعده المصلحه، احساس الجميع بالمصلحه العامه للدوله. لكن سؤالي، هل اثر القرار مباشره على الصناعه الاردنيه والصانعين الاردنيين؟ ما في شك انه اثر على بعض القطاعات، وما زلنا بمعيه وزير الصناعه بنعالج بعض الاخطاء اللي حصلت للامانه. نعم، يعني احنا كان نقاشنا يعني بطول الوقت بانه لا يتضرر اي صناعه اردنيه، وكنا متفقين بانه اللي ما بتصنع في الاردن ما عندنا مشكله ابدا على الغاء او تخفيض الجمارك عليه. نعم، لكن زي ما قال معالي الوزير، احنا 90% من اللي بدخل الاردن ما في، فليش احنا ندخل على مداهج انه تصير زي الصين وتركيا وتدخل علينا بعض البضاعه باعفاءات جمركيه؟ قطاع الملابس تاثر، ما في شك جزء كبير. صحيح احنا عالجنا بعض الاصناف من القطاع الملابس، ولكن طبعا في قطاع تاثر، وفي قطاع الان قاعدين بنعالج فيه وعند معالي الوزير ان شاء الله انه بتم معالجته. لكن مره اخرى بدي اقول لك انه فتح الموضوع كله كان مش بشكل عام بصالح الصناعه. هل الاجراءات اللي بتاخذوها الان وزاره الصناعه والتجاره، ولا اتحدث عن يوسف الشمالي كوزير، بتحدث عن سياسه عامه فيما يتعلق بحماية الصناعة الأردنية، سياسة الحماية، هل هي كافية؟ لا طبعا، ما زال هو أنا دائما نحكي أنا وياه في هذا الحديث، ما زالت وارداتنا أكثر بكثير من صادراتنا. نعم، ما زال في كثير من الدول بتحمي صناعتها بطريقة أقوى ما الأردن بتعمله للأمانة. يعني خلينا نكون واقعيين، ما زلنا يعني خلينا نقول بداية الطريق. يعني زي ما ذكر مع الوزير، لأول مرة بتاريخ الأردن بيكون في عندنا منصة للتحكم بال 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 أو يعني على الأقل يعني مشان الوزارة بالذات تعرف شو اللي بده يدخل الأردن أو تعامل الدول بالمثل. هذا كان مطلب تاريخي بحياتنا، يعني بجوز طيلة السنوات الماضية، وإحنا بنطالب الحكومة بأنه نعامل الدول بالمثل. في بعض الدول الحقيقة شقيقة، بنصدر لها بجوز 100 مليون بجوز 70 مليون منها بوتاس، وبنستورد أكثر من 500 أو 600 مليون طبعا، لأنه بحطوا معيقات إدارية على صادراتنا تحت بند السياسة الحمائية. اليوم بدأنا مع الوزير من كم شهر بأنه نحاول نطبق بالمثل، لكن ما زلنا بدنا المزيد. لابد بانه خلينا نقول النهج العام، مش بس وزارة الصناعة، النهج العام في موضوع الاعتماد على الذات والاتجاه دعم الصناعة ما زلنا في بداية طريقه. أنا باعتقادي لابد من عمل الكثير لهذا الموضوع. شكرا. العطاءات يعني في ما بطبق قرار رئاسة الوزراء بموضوع العطاءات أحيانا. أنا بقول ما بحل مشكلة البطالة حقيقة إلا الصناعة، نزيد طاقاتنا الإنتاجية، نزيد صادراتنا. دكتور، هل تعلم أنه كل ما تزيد صادراتنا 2 مليار بنعمل 85 ألف فرصة عمل؟ صحيح طبعا، ما في شك. لما نقول أنه الصناعة اللي هي المشغل الرئيس، شو بنقصد بهذا الكلام؟ الدراسات بتقول بأنه معدل تشغيل منشأة الصناعية 13 بني آدم طبعا، إنما القطاعات الأخرى 2.3. طيب يعني مهندس فتحي، يعني الصناعة اليوم كل العالم بيعمل سياسات حمائية، حتى الدول اللي هي هندسة التجارة العالمية مثل أمريكا. اليوم أمريكا بتحط طبعا جمارك على الحديد على سبيل المثال. شكرا مهندس فتحي الجبير، شكرا جزيلا، رئيس غرفة صناعة الأردن للمداخلة. وأنا بكمل رغم أنه يعني إلى حد ما كان دبلوماسي وحكى 4 مرات كما تحدث مع الوزير، ما هي العلاقه؟ لا بس برضه هم يعني مهندس فتحي طبعا بشهد له بالعمل المحترم. شوف، للامانه هي علاقه تشاركيه،
وهذا احنا ماخذينه بتوجيهات من جلالة الملك طبعا. وهذا جزء من كتاب التكليف السامي لحكومة طبعا. الدكتور بشر. هل نعامل الدول الأخرى سيدي بالمثل؟ نعم. مصر؟ نعم. اللي نعم. الرقم اللي ذكره سيدي مصر. المنصة احنا بنحكي عن المكشوف الآن. المنصة الآن تطبق على جمهورية مصر العربية نعم. فقط لأنه هي الوحيدة التي تطبق علينا منصة. نعم. وهذا زي ما ذكرت لك في البداية لأول مرة في تاريخ المملكة أن تقوم بمثل هذا الإجراء بتطبيق مبدأ. بالمناسبة هذه المنصة هي copy paste من منصة مصرية انعملت قبل 7 سنوات مزبوط؟ انعملت في 2016 نعم. يعني قبل 2016. سبع سنوات حتى يكون من باب العدالة عملنا على نفس النهج بنفس الآلية نفس الايتمز ونفس الإجراءات المتبعة من قبل. طب قيمتوا الأثر خلال الربع الأول؟ سيدي احنا بدأنا بالتطبيق كما ذكرت لك من 2-1 نعم. كان هناك اعتراضات بشكل كبير حقيقة من قبل المستوردين وشرحنا لهم بكل شفافية بكل مصداقية إنه هذا القرار أتى كتطبيق لأنه الأشقاء المصريين يفرضوا على الصادرات الأردنية. كان هنا قناعة ليش لماذا لا نفرض يعني بالمثل أشياء على الصادرات المصرية؟ ما هذا اللي عملناه سيد الآن اللي بتعمله بس الآن ما كان معمول ما كان قبل ذلك. طب هذا شيء حديث. ما بتشوفش إنه التعقيدات في التجارة بين الأردن ومصر مثلا وهي مصر الشقيق الغالي علينا احنا نحكي عن قرارات سيادية يعني دولة بدولة صحيح. أكبر بكثير من منصة؟ لا سيدي هو موضوع المنصة وجد بفترة كانت فترة عصيبة على الأشقاء نعم. المصريين تعلم في العام 2016 كان هناك انخفاض نعم. كبير على العملة والجنيه المصري واتخذ قرار من قبل البنك المركزي بتعويم أسعار الجنيه المصري وكان إحدى السياسات اللي اتخذتها جمهورية مصر العربية أن طبقت هذه المنصة على كل دول العالم نعم. وليس على الأردن فقط. إحنا ما أخذنا الإجراء إلا بعد يعني محاولات عديدة مع أشقائنا المصريين وتم اتخاذ هذا الإجراء من تاريخ 2-1 برأيي الإجراء فيه عدالة فيه نوع من السيادة للمملكة الأردنية الهاشمية بالحق الكامل أن تطبق معاملة بالمثل على أي دولة نعم. تقوم بإعاقة الصادرات الأردنية إلى الدخول إلى أسواق. جلالة الملك في أكثر من موقع وفي أكثر من مكان وحتى في كتب التكليف وفي توجيه الحكومة موضوع البيروقراطية الحديث الدائم نعم. والوعود قائمة إلا أنه اليوم ما زلنا هو تداخل بينكم بين الاستثمار يعني لأنه قطاعين متداخلات إلى حد كبير ما زلنا بنشوف أنه اللي بده يبدأ يفكر يشتغل لازم يراجع أكثر من 14 جهة في بيروقراطية في وزارة الصناعة والتجارة في القطاع وليس الوزارة المبنى يعني في إحساس عام أنه ما زالت الإجراءات يعني بتعرج بتتعرقل والله مسار سريع سيدي ما مسار سريع شوف سيدي أنا بعطيك حقائق دكتور هاني كيف مسار سريع سيدي خليني أحكي لك سيدي إحنا أخذ قرار في مطلع هذا العام من قبل مجلس الوزراء بعمل مسار سريع لمن يرغب في إنشاء أي نشاط اقتصادي هذا المسار تقريبا يشكل 40% من الأنشطة الاقتصادية التي تقام داخل الأردن وحتى نوضحها بكل بساطة سابقا كان تأخذ عملية إنشاء محل ملابس على سبيل المثال لأنه حب الملابس أنت اليوم لا مش عشان الجرافة كانت سيدي كانت تأخذ سابقا 15 يوم يأتي إلى وزارة الصناعة والتجارة إما يسجل مؤسسة فردية أو شركة ثم يذهب إلى غرفة التجارة ثم إلى أمانة عمان أمانة عمان تنزل عليه كشف ثم الدفاع المدني الآن دكتور هان وهذا أعلننا عنه يأتي إلى وزارة الصناعة والتجارة بيوم واحد يأخذ رخصة المهن وباستطاعته أن يمارس مهنته بالكامل وسيكون هناك تدقيق لاحق بعد 3 أسابيع بتم التدقيق عليه هل هو ملتزم بالرخص أم لا طيب أنا بدي أحكي لك سيدي أنا هذا إجراء برضو لأول مرة يأخذ أني أنا من 15 يوم بيوم واحد في مكان واحد يستطيع هذا الإجراء في الآن نعم في الفترة اللي أنت فيها يا ريت تجرب مرة دكتور ما عنديش قروش أحط والله هيك تعال سجل لك بس أنا بسأل سؤال سيدي جربنا وشوف بقصد أنه في الفترة اللي أنت فيها يعني لأنه بصراحة كل ما أقعد مع يعني مسؤول في قطاع ما لازم يحكي تقريبا نفس التابع سلاسل التوريد الإجراءات الرؤية الأوضح اللي الآن يعني أنا بذكر أنه عام أعتقد 96 بدأ الحديث عن البوابة الاستثمارية بوابة سموها النافذة الاستثمارية صحيح حتى اليوم 2022 النافذة الاستثمارية لم تنجح مزبوط شو السبب؟ شو أنت أنا بحكي لك سيدي أنا بدي أتقمص دور وزير الاستثمار زميلي لا هو ما له علاقة لا المهندس خيري هذا الشيء من لما
من لما أنشئ قانون الاستثمار في العام 95 وتم التعديل عليه بال 2003 الهدف أنك تسهل على المستثمرين أنك تعطيه خدمة في مكان واحد. فعلا هذه النافذة موجودة، لكن ما يواجه هذه النافذة أن هناك مفوضين من كل الجهات، سواء من البلديات، أمانة عمان، وزارة الصناعة، البيئة إلى آخره. الإشكالية اللي موجودة بموجب القوانين الحالية أنه لا يوجد هناك تفويض كامل للموظف الموجود في النافذ الواحد داخل وزارة الاستثمار لاتخاذ القرار، وبالتالي يحتاج إلى العودة إلى وزارته حتى يأخذ فيها القرار. ما يتم العمل عليه الآن، وبجوز أعلن دولة الرئيس اللي استضفته في أول لقاء في نيران صديقة، هنا قانون عصري للبيئة الاستثمارية يتم العمل عليه، نتوقع إن شاء الله في نهاية شهر 4 حتى نخلص من هذه الإجراءات كاملة. رجعنا لموضوع القلب، رجعنا لنفس العناوين، القانون العصري، قانون مختلف. إنك الآن بنص القانون، بنص القانون تلغي بعض الأدوار اللي موجودة لدى المؤسسات حتى نسهل في البيئة الاستثمارية. الشأن الآخر اللي هذا بشكل موازي احنا شغالين عليه، في شيء اسمه رحلة المستثمر. المستثمر يبدأ عمله بالتسجيل ثم الترخيص، وإذا بدأ العمل بالتفتيش، ومن ثم إما الإعصار أو الإغلاق. الآن التسجيل تقريبا انتهينا إلى 90% بأتمت التسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة. نأتي إلى الترخيص. الترخيص حكيت لك جزء منه الآن، 40% من الأنشطة بتستطيع أنك تأخذ الرخصة بنفس اليوم، ومستمرين على بقية الجهات. الهدف اللي إحنا بنطمح أن نصل إليه، وأخذنا تجربة النرويج على سبيل المثال. النرويج أخي هاني أخذتها 6 سنوات عبين ما تصل لنافذة تسجيل موحدة لكافة الأنشطة الاقتصادية. هذا يحتاج إلى وقت لأن هناك العديد من التشريعات. ليش نروح النرويج؟ لا لا، اسمع ليوسف، أنا مثال. ماشي. مثال. أنا بقصد إنه نفس يعني البيئة الاستثمارية، القانون العصري، التعبيرات نفسها، مع احترامي ومحبتي، وأنا بعرف قديش يعني أنت رجل، يعني واحد من الناس اللي بعرف حجم شغله، دائما بشير لطبيعة عملكم، يعني أنت تحديدا حتى لما كنت بالعمل، نروح نحكي عن عمل شغل. الله يسعدك. لكن لسه نفس العناوين. يعني بذكر إنه مرة كنت مع وزير صناعة وتجارة وكنا في القاهرة بزيارة رسمية، وكان في لقاء مع رئيس وزراء المصري، فقالوا إنه بس راح نأخر 10 دقائق لأنه رئيس وزراء المصري بيستقبل مستثمر عربي. قبل 3-4 أيام على تويتر كان في وزير صناعة وتجارة واستثمار عربي في دولة عربية قريبة منا بيحكي على تويتر، بيبعت على تويتر لمستثمر عربي وبتناقش وياه وأقنعه بالاستثمار في بلده. ليش ما بنشوفش هذا التدخل؟ بنشوف إنه دائما تجارب الاستثمار يا أما بتتعرقل يا أما بتوقع يا أما بتفشل يا بنعيد من جديد، مرة هيئة استثمار مرة وزارة استثمار. سيدي خلينا نستعرض الأرقام أمانة، يعني أرجو. قبل 2010 إذا بتطلع على أرقام الـ FDI إحنا اللي بنسميها الفورن دايركت انفستمنت، كنا من أوائل الدول. حجم الفورن دايركت انفستمنت قبل الأزمة المالية العالمية 2008 كان يصل استثمارات إلى 2 مليار وأكثر من ذلك. دخلنا كما قلت لك في أزمة الربيع العربي، ما يسمى في الربيع العربي. أنت تعيش في أجواء جيوسياسية في منطقة ملتهبة، هذا مو سهل على المستثمر. ما كل العالم العربي سيدي يعيش نفس التجربة. معلش أنا لما أجي وذكرت لك أخي لما ب 2006 أنا لما باجي، معلش عندي حدود الشرقية مغلقة والحدود الشمالية مغلقة، وأنا لما بقول الحدود الشمالية لا تعني التجارة بين الأردن وسوريا. أنت تعلم أن سوريا كانت معبر لبضائعنا اللي كانت تذهب إلى تركيا ولبنان وروسيا وأوروبا الشرقية، هذا أغلقت علينا بالكامل. فأنت أمام ظروف صعبة. إذا بتطلع على الخارطة الاستثمارية في العالم وقدوم الاستثمارات تلاحظ أن هناك انخفاض واضح ليس فقط في الأوروبا. أنا بشعر مع ذلك إنه مع ذلك التوجه الملكي الآن بإنشاء وزارة للاستثمار طبعاً أعتقد رسالة قوية. ما هي الرسالة؟ واصل للجميع رسائل الملك، حتى رسالة قوية أنه أنا بوجود وزارة للاستثمار لأول مرة، رسالة مهمة وضرورية بتاريخ المملكة أن تنشأ وزارة للاستثمار. هذه رسالة ما هي رسالة سيدي أيضا سواء المستثمر المحلي رسالة سيدنا معلي. نعم. برضو مرتبطة أيضا بأنه جلالة الملك مرارا وتكرارا تحدث عن موضوع الاستثمار، خصوصا أنه مثلا بتحكي بالأرقام، بتعشق الأرقام. 2006-2005 مثلا، من 2005-2006 بهاي الفترة كان عندنا استثمارات كويتية 12 مليار، إماراتية تقريبا بهالرقم. لا لا، اليوم قديش؟ بعدها ما زالت لا يعني سحبت استثمارات كثيرة. لا سيدي، الاستثمارات الكويتية أكثر من 12 مليار، تصل إلى 18. الاستثمارات السعودية، الإماراتية، الاستثمارات الفرنسية. أنا بقول لك الكويت وفرنسا كان رقم واحد. كنا زي ما أشار صحيح. طبعا احنا مش لأن نحبط المواطن، ولكن عشان نقول أن نرمي يعني نقذف حجر في مياه راكدة. كنا رقم واحد في السياحة العلاجية
وخمسة في العالم. اليوم برضو لأنه بتحكولي بتحكي عفوا وحتى معالي وزير الزراعة هذاك اليوم ومع احترامي الشديد إنه نحكي عن أوكرانيا والحرب وروسيا والربيع العربي كأنه إحنا الوحيدين في العالم المتأثرين بهذا الموضوع. إحنا تأثرنا هذا شيء خارج. ومصر تأثرت والعالم تأثر. خارج إطار نطاق الحكومة. لما بتقول لي السياحة العلاجية طب أعطيك أرقام 2019 سيدي. أعطي. لما بدأنا الانتعاش بدي أعطيك دولتين فقط. دولتين عربيات بالأرقام قديش دخل مواطنين من هاي الدولتين من المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق. نعم. 53 ألف مريض تم معالجتهم داخل الأرض الأردنية من الأشقاء في المملكة العربية السعودية و50 ألف من جمهورية العراق. بديش أذكر الأرقام الأخرى من اليمن وليبيا والأخير. نعم. أليس بهذا بمفخرة للأردن أن تأتي هذه الأرقام بالآلاف من دول شقيقة للمعالجة داخل المملكة الأردنية الهاشمية؟ لو ما كان في قناعة بإمكانيات الأطباء بالمستشفيات بالأجهزة الحديثة بالتطور اللي إحنا واصلين إلى جانب الكلفة. إذا بتحكي على الكلفة يعني مقارنة مع كلفة الدول الأوروبية لأسهل للمواطن العربي. بس مقارنة مقارنة بدول أخرى إحنا أغلى يعني بصراحة. بس في الهند تايلاند في كواليتي برضو في كواليتي. طيب بدنا بعد إذنك بس أيضا تقرير هذا تقرير ميداني صحيح لغيث الرقاد عن كل مجمل ما نتحدث عنه ولكن هذه المرة مشال الأردني وزارة الصناعة على الأسعار المواصفات المقاييس في هذا التقرير. وزارة الصناعة والتجارة والتموين مظلة لكل عمل اقتصادي في المملكة. تم إنشاء أول وزارة مستقلة للصناعة والتجارة عام 1952. في عام 1998 تم إلغاء وزارة التموين لتنتقل مهامها إلى وزارة الصناعة والتجارة ولمواجهة المستجدات في الأسعار المحلية والعالمية وتعزيز محور حماية المستهلك. أضيف محور التموين إلى الوزارة لتصبح وزارة الصناعة والتجارة والتموين في عام 2013. ومنذ ذلك الحين يستذكر الأردنيون وزارة التموين وكيف كان لها دور فعال في مراقبة الأسواق والحد من جشع التجار وتعزيز مفهوم التموين لدى المواطنين. هي وزارة التموين يرجع وزارة التموين وتراقب وتسوي زي زمان صدقني كل شيء بيرجع زي ما كان. وزارة الصناعة والتجارة والتموين تتابع واقع السوق المحلي بشكل يومي وتتابع التزام التجار بأحكام قانون الصناعة والتجارة، ولكن هل يشعر المواطن بذلك؟ ما في رقابة من السلع الغذائية نهائياً والتجار نفس الإشي بحشروا البضاعة بشهر رمضان بيستغلوا الفرص هاي. رغم تدخل وزارة الصناعة والتجارة وفق صلاحياتها بتحديد سقوف سعرية لبعض السلع الغذائية إلا أن بعض التجار واقتصاديون يصفونها بغير المدروسة وتلحق الضرر بالتجار، وهذه وجهة نظر أخرى يراها طرف المعادلة الأقوى. لبرنامج نيران صديقة غيث الرقاد عمان تي في. هل يشعر المواطن؟ المواطن قال لا أشعر. طيب أنا بدي أرجعك لأجواء وزارة التموين سابقا. ترجعني وأنت رجل مخضرم. خلينا نرجع لأجواء وزارة التموين سابقا. وزارة التموين بالقانون كان مناط فيها تأمين كافة المواد الغذائية للسوق. نعم. الأردني. أوكي. وأخي هاني كنت زل على السوق بتلاقي صنف واحد اللي هو الرز اللي جابته وزارة التموين، بتلاقي سكر واحد اللي جابته وزارة التموين، بتلاقي زيت نوع واحد اللي جابته وزارة التموين. طيب لما ألغينا دور وزارة التموين وفتحنا الباب للقطاع الخاص لأن القطاع الخاص أشطر من الحكومة. بس أنت ليش تأخذ من هذا الجانب؟ معلش خلينا هذا الجانب مرفوض. معلش خلينا أكمل بس. الآن انزل على أي محل بسيط كم نوع رز بتلاقي أخي؟ عشرات. أليس هذا بيقول فير للمواطن الأردني؟ لا. كيف لا؟ إجابتي لا. أنا سألت سؤال سيدي الإجابة عفوا. كيف لا؟ الإجابة اقنعني إنه لا. طيب أنا بدي أقول هذه الإجابة ليست لهذا السؤال. السؤال أنا كان مكمل. هل سيدي. شعر إذا الجزء أنا الأول إذا بنحكي معلش السؤال الأول نطلع الآن الإجابة الأولى إحنا فضل. بنحكي عن شعور، نحكي عن حماية المستهلك. معلش بنحكي عن شعور، شعور مواطن إنه بقول إنه ما في رقابة ما في حماية معلش في ارتفاع بالأسعار في جشع. خلينا نرجع تاريخيا بأزمة كورونا وكلنا عصرنا هذه الأزمة. دول عظمى دكتور هاني رفوفها فضيت بس الرف الأردني ما فضي. طبعا أكيد ارتفعت الأسعار في العالم كله بس بالأردن ما ارتفع السعر فيها. شو السبب؟
كيف ما ارتفعت الأسعار؟ لا ما ارتفعت بالكورونا سيد. لا بقصد بالكورونا يعني ما بعد الكورونا. هلا بعد الكورونا في مستجدات. هناك ثلاث عوامل رئيسية مش في الأردن في العالم كله. أول شيء نقص المحصول. اثنين ارتفاع كلف النقل وذكرت أنا تحت القبة الأسبوع الماضي. واختلال سلاسل. أنا كانت الحاوية تأتي إلى ميناء العقبة ب2000 و3000 دولار الآن ب18000. مزبوط. السبب الثالث زيادة الطلب العالمي. فإحنا الأسعار بدأت بالتغير من شهر 28/20 مش بسبب الأزمة الأوكرانية. برضو سيدي سامحني هذه ليست إجابة. السؤال هل هناك حماية مباشرة للمستهلك؟ طبعاً. بالصنف طبعاً. اللي مفروض عليه سعر. طبعاً. أنتوا حددتوا سقف شهري. أنا دكتور هاني بعثت لك وقاصد بالأمس. شفته. تقرير مش من الأردن. شفته. مشان ما يكون من وزارة الصناعة. وأنا كنت أتمنى أنكم تعرضوا على الشاشة. هذا التقرير من منظمة عالمية صنفت الأردن رقم واحد من حيث توفر السلع وجودة السلعة وسعر السلع. فأنا بقول الأردن أقل سعراً في المنطقة العربية على الرغم من كل التحديات اللي بتواجهها. نعم. وذكرت في بداية تقريرك أنه 85% من غذائنا هو مستورد من الخارج. طب ما في حدا بيسأل كيف تم السيطرة على هذا الشيء؟ أليست هناك إدارة حصيفة حتى أمنت هذه السلع؟ لم ينقص أي سلعة وأتحدى على الهواء. مش النقص إذا الأسعار. نقص والأسعار سيد. الحديث عن الإدارة الحصيفة تحتاج. خليني أعطيك سيدي. الإدارة الحصيفة حكيت لدولة الرئيس تحتاج إلى شعور المواطن بأثار هذه. سيدي معلش مو أحياناً إرضاء الناس غاية لا تدرك. هي غاية لا تدرك. غاية لا تدرك أكيد. طيب أنا لما بعطيك أنا سعر الدجاج يباع سعر الدجاج بدينارين الطازج. نعم. وإذا قارنا بأسعار سابقة بتلاقي دينارين ونص ودينارين وأربعين ودينارين وربع. وإحنا في أزمة. هناك غلاء على ارتفاع أسعار الأعلاف. كيف بويع الدجاج الأردني وما زال لغاية الآن يباع بدينارين ودينار وسبعين قرش؟ نعم. نأتي إلى الزيوت. الزيوت سيدي كانت أسعارها قبل شهر 8 2700 دينار الطن في بلد المنشأ، الآن 2700. نعم. ومع ذلك هناك 10 أصناف متوفرة للمواطن الأردني داخل السوق وبأسعار منافسة أقل من بلد المنشأ. طيب. أليس هذا بحماية للمستهلك يا دكتور هاني؟ يعني كنا نتحدث عن الأسعار لكن أليس هذا بحماية؟ لأنه أنا جزء بستورده من الخارج. ماشي بس أنا مش بمعزل عن العالم كأردن. لا لا طبعا ما هو سيدي زي ما حكيت كلف نقل بس احنا نقص في المواد. عليك احنا أكثر اختلف. الناس في الحديث بنحكي عن الجانب الرسمي إنه بنحكي عن تأثرنا احنا ما بنحكيش عن تأثرنا بما يجري في العالم. احنا بنحكي عن مواطن بشكي من جشع من مغالاة. عموما بعد إذنك بس نطلع فاصل وبعد فاصل رح نرجع أيضا نشوف موضوع حماية المستهلك في الشارع الأردني. بعد الفاصل نعود. حياكم الله. أهلا بكم مجددا وفي هذا الحوار مع السيد يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة. الإشارة بدون ما نذكر دول لموضوع الزيوت، أنت بتحكي لي بالفاصل أن هناك الزيوت مش متوفرة في كتير دول العالم، متوفرة في الأردن، وأن هناك في رغبة من إحدى الدول الأوروبية للحصول على الزيوت من الأردن. هذا ما تم إعلامي من فعاليات القطاع الخاص. وسيدي ما في شيء مخبى، هناك نقص في الزيوت عالميا. هناك بس مش غريبة أنه دولة زي هاي مثلا نعم تطلب سيدي. أنا بقول هذه هي الإدارة الحصيفة، مش بحكي عن نفسي أنا كوزير صناعة وتجارة، بس هذا من مانديتي وواجبي حتى أبر في القسم. نعم. اللي حلفته أمام طبعا. جلال سيدنا الله يطول عمره، لابد من التواصل مع كل فعاليات القطاع الخاص. أنا حتى أطمن كل السادة المشاهدين، بشهر 5 وبشهر 6 جينا كميات زيت تم التعاقد عليها تكفي المملكة لأكثر من 4 أشهر. مجرد وجود هذه الكميات داخل أرض المملكة بيعطي نوع من الطمأنينة للمسؤول أكيد. وللمواطن الأردني. لما رفوف في دول أوروبية تفضى من مادة أساسية اللي هي مادة الزيت ويتم التباحث مع فعاليات القطاع الخاص، أرجوكم زودونا إذا عندكم زيت. هذا أليس ذلك بمفخرة للمملكة الأردنية الهاشمية؟ ما في أدنى شك هذا الكلام مهم، لكن بتعرف شو المشكلة الحقيقية في تصريحات المسؤولين في الأردن؟ هي الرواية الرسمية، أن الناس لكثرة عدم وضوح وعدم دقة الرواية الرسمية، يعني على قاعدة بإيش بدي أجربك يا سفرجلي يعني. بس أنت ذكرت اليوم بدأت برنامجك يعني شيء جوهري، قلت نص الأردن خبراء بكل شيء، لكن بقصد إنه خبير كلام جميل ولطيف ومنمق. والله إحنا بنحكي بحقائق وأرقام، ما يعني أنا أبداً يعني لا أشكك، مش إنه ولكن مش من بيع كلام ولا من دغدغ مشاعر، لكن أبداً. كان هناك بيع كلام في فترات عديدة، كان في وزراء بيقولوا يعني إنه بدنا إن شاء الله. أنا قلت لك
ملتزمين. كان في وزراء من زملائك بيحكوا بدنا نودي مهندسين على المانيا وبدنا نودي مسوين على القسم اللي حلفناه امام طبعا ما في شك. وانا بلقاءاتي مع العديد من السفراء يعني كان هناك تعجب، يعني كان عندنا بعثه من البنك الدولي. نعم. وهذا ما قيل لنا بالحرف الواحد، صحيح يا اردن عندكم قمح يكفي ل 15 شهر؟ هذا مش معقول. ذهبوا بزيارات ميدانيه الى الصوامع والمستوعبات، وفرصه من خلال برنامجك اني اشكر جلال سيدنا اللي في بدايه الكورونا نعم في احد المؤتمرات قال انا لا اخشى على توفر المطاعم، ما اخشى طبعا من ازمه غذاء عالمي. احنا المستوعبات بتوجيه كان ملكي، كان صحيح جلاله الملك بيستشرف يعني فعلا بيستشرف بتوجيه ملكي، واللي راح لاحظ زيارات جلاله الملك زار كل المستوعبات اللي موجوده. طبعا لما زورنا خبراء البنك الدولي بالحرف الواحد وشافوها قالوا انتم يا اردن دوله عظيمه اللي عندكم نعم الامكانيه انك تخزن هذه الكميه بمثل هذا الظرف. طيب فبحمد الله الحمد مره لله اخرى ننتقل الى الشارع ونسال السؤال على موضوع حمايه المستهلك، وخصوصا وهذا انا مش عارف ليش ما سالتوش للوزير هسه لهي اللحظه، ليش عندنا احنا طول عمرنا قال جمعيه اهليه ما بتشكلها شخص يعني هلا رجل محترم على راسه على عيننا وراسه جمعيه ما لهاش اي ذراع ولا اذرع ولا هلا بنجاوبك عليه. شوف في هذا الاستطلاع السريع ارجوكم تفضل. تشعر في حمايه مستهلك برمضان؟ هسه في حمايه مستهلك هسه تدور على الرقابه، يعني احنا كونه احنا بنسمع في تسعيرات وفي مخالفات على الاسعار، بس ما بنلاحظ هذا الشيء بكل المحلات، يعني فوت على محل بقول لك مثلا نفترض حبه الفلافل 8 قروش، كثير محلات فيها ب 10، صح هذا الشيء؟ طب وين الرقابه؟ يعني احنا مش على القرشين، احنا بس على دور الرقابه، وين؟ في حمايه مستهلك مش موجوده حقيقي، يعني ما في شيء حقيقي ملموس على الشارع. يعني كل واحد ببيع بكيف. والله بنسمع فيها، أما على أرض الواقع بجوز عمرنا ما شفناها. حماية المستهلك موجودة؟ والله أتوقع أنها موجودة. شيخ حاسس فيها قالك بتوقع أنها هي موجودة سيدي، وأنا بعطيك أدلة وبراهين على أن حماية المستهلك موجودة. طب ليش الجمعية يعني؟ أنا الجمعية قصة ثانية، بس خليني أحكي لك بدور وزارة الصناعة والتجارة في حماية المستهلك. نبدأ في السقوف السعرية اللي تم وضعها اللي واجهت حرب بس احنا تحملنا هذه الحرب لأنه واجبنا أن نحمي المستهلك اللي هو المواطن الأردني. الحرب أجت من غرف التجارة من العديد سواء زراعة تجارة أيا كان نعم. لكن احنا بدأنا بأول مادة سعرناها هي مادة الزيوت نعم. وفي بعض الأصناف أخي هاني نزلناها دينار واحد على المواطن الأردني، وكان هذا بتوافق جزء نعم منه من ربح التاجر والصانع، وعملناها في العام الماضي نعم. أتينا على مادتين اللي هي الإسمنت والحديد، والحديد لأول نعم مرة يسعر على الرغم من كل الحرب، سعرنا الحديد داخل أرض المملكة الأردنية الهاشمية. الخضار، من لم يتحدث عن الخضار في شهر رمضان؟ وبجوز معالي وزير الزراعة استضفته أنت نعم وشرح آلية لماذا كان هناك نقص في إنتاج الخضار بسبب الصقيع اللي مرت فيه المملكة، ومع ذلك تدخلت الوزارة. فما بتشوف انه هاي سياسة السقوف السعرية ممكن تؤدي مثلا لضغط على وفرة السلع في السوق المحلي، احجام المنتجين الزراعيين؟ سيدي احنا النتائج هي تبين على ارض الواقع. شو احنا بالامس ازلنا التسعيرة على الخضار اوكي لانه الاسعار نزلت الى النص. الزيوت ما زالت عليها التسعيرة، الدواجن ما زالت عليها التسعيرة. الالبان شو بدكم تعملوا معهم؟ سيدي الالبان قصة انا وعدتوهم انتم بعد رمضان نقعد. معلش بدي انا اوضح لك قصة حكالي ابو زياد. معلش قصة الالبان يعني رئيس الجمعية كل الاحترام والتقدير له طلع في بيان صحفي قال انا بدي سعر الحليب ب 55 قرش، هذا مخالفة واضحة وصريحة لقانون المنافسة اللي يقع تحت ماشي مظلة وزارة الصناعة. طبعا تحدثنا معه بالحسنى لم يتراجع، ارسلت له كتاب تحذيري لم يتراجع، ذهبنا الى مجلس الوزراء. في مجلس الوزراء كان توجيه واضح من دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر، وأخذ قرار بذات اليوم، أولا تحويله إلى الدعاء العام، هاي العين الحمراء والعينتين. الأمر الثاني تم اقتراح أمرين أساسيين عجبتكم قصة إما استخدام الحليب المجفف وفتح باب الاستيراد، هاي اللي خوفتهم. باليوم التالي زميلي معالي وزير الزراعة دعا الجمعية واعترفوا بخطأهم، وتم إرسال كتاب لوزير الصناعة انه احنا ما كنا فاهمين القرار، لكن وعدوا بانهم يجلسوا. طبعا احنا جلسنا معهم سيدي آه جلسنا معهم حتى ندرس التشين بالكامل نعم ونشوف قديش الكلفة هل ارتفعت ام لم ترتفع. طيب بدنا نرجع هذا بعد رمضان. الان ناتي لجمعيه حمايه المستهلك. ايوه سيدي هاي جمعيه قديمه من الثمانينات طبعا، مع كل احترام والتقدير لرئيسها كلهم موظف او موظفين اثنين، لكن لدينا قانون اسمه قانون حمايه المستهلك. هذا القانون بال2017 اصبح نافذ،
إذا بتسألني دكتور هاني، نعم، قديش عدد الحالات اللي تعامل معها قانون حماية المستهلك؟ بقول لك 2000 حالة. 2000 حالة بخلال فترة بالعمر يعني؟ لا لا، من 2017 لليوم. 2017 لليوم، أوكي. 2000 حالة، 1900 حالة تم إغلاق. وبدي أذكر لك حالة غريبة أنا تعاملت معها شخصيا. أتت مواطنة أردنية لتقديم شكوى على عيادة أسنان. ما بدي أحكي بسلع. نعم نعم. عيادة أسنان. نعم. بتقول أنا اتفقت مع هذا الطبيب، للأسف ضرني وخرب لي أسناني، فأنا بدي حقي من هذا الطبيب. وتم إرجاع حق لها بالتنسيق مع النقابة، ونعمل زي نوع من التحكيم، وتم إعادة كامل المبلغ على من خلال هذه العيادة. من خلال الوزارة. من خلال الوزارة. مخالفاتها قاسية سيدي. طب أنا بدي أستأذنك، بس هاي اللوحة معك إذا بتشوف سيدي. هذا أنا اللي بحكيه منقول حقائق سيدي. وهذه البيانات لم تصدر عن وزارة الصناعة والتجارة، نعم، ولا عن دائرة الإحصاءات العامة. هذه تصدر عن برنامج الغذاء العالم تابع لليو أن. بحمد الله صنف المملكة الأردنية الهاشمية رقم واحد على دول بلاد الشام وشمال أفريقيا، واللي بينظر هاي الأردن رقمها 49، تليها الجزائر، تونس، المغرب، مصر. مصر أنا بحكي ب62. مصر فيها كل الخيرات يعني. دولة مصر فيها 120 مليون سيدي، فيها 120 فيها كل الخيرات، بس فيها 120 مليون. ومع ذلك إحنا ترتيبنا كأردن ممتقدم بالمؤشرات العالمية ممتقدم. بحمد الله أخذنا المرتبة رقم واحد. نعم. هذا بقيس ثلاث أشياء. نعم. بقيس توفر السلعة. نعم. بقيس جودة السلعة، وأيضا بقيس سعرها. نعم. مرة ثانية دكتور هاني، نعم، أنا سيدي مش في معزل عن العالم. هناك تغيرات عالمية الأردن يتأثر بها كما يتأثر هاي العالم. هاي صوامع العرب سيداي. أيضا موضوع القمح، إحنا البلد الوحيد بالأخضر اللي لدينا مخزون من القمح يزيد عن السنة. وأنا البلد الوحيد إذا في كل هال إذا في الجرمة. دولة إذا في دولة لديها قمح يزيد عن سنة كاملة. وهذا نعم. أنا كما ذكرت لك بتوجيهات من جلال سيدنا. إحنا والكويت كأنه الكويت الخضر. الكويت رقم اثنين بتيجي. رقم اثنين بس. نعم. الباقي ما في. بس أخرج. هذا إنجاز وليس تقرير من الأردن، هذا من جهة أخرى صنفت الأردن رقم واحد باحتياطاتها. نعم. من القمح. ما هي مصداقية الجهة؟ أي جهة هاي سيد؟ هذه كنا الفاو. هاي الفاو هذا راصد من المنطقة. آه. العربية. أوكي. نعم. طيب الحمد لله هذه الأرقام تعبر عن نفسها. ما زلنا إحنا نقول الحمد لله رب العالمين، سلعنا متوفرة، أسعارنا مقارنة مع الدول المجاورة ممتازة. إذا أخذنا البندورة بعز أزمتها لدى الشقيقة فلسطين، وصل الكيلو البندورة ب3 دينار. نعم. سوريا دينار و11 قرش. طيب. في بعض الدول الأخرى وصل 5 و6 دينار. ليش عندي إحساس في كان برضو حديث هيك استطلاع فوكس بوبس عن موضوع أسعار رمضان، بس مش راح ناخده لأنه نفس الحديث ونفس الإطار، إنه الناس شعروا أو ما شعروا، في عدد كبير من الناس ما شعروا بالرقابة في رمضان، وناس زي الشيخ سيدي. الأرقام مرة ثانية تتحدث. إحنا بتوجيه مباشر من دولة رئيس الوزراء عزز كادر وزارة الصناعة والتجارة ب500 شخص. هذول 500 نشرناهم في كل أنحاء المملكة. طيب. لأنه ليس في المركز فقط، لدينا مديريات في كل محافظات. كان هناك 35,000 زيارة للمنشآت، نتج عنها ما يزيد عن 1500 مخالفة تم تحويلها للادعاء العام. نعم. واللي بقول مخالفات مش قاسية أنا متحدث. هناك سيارة. مخالفات رح نبعث لك إياها للمواصفات ومقاييس، حكيت لك عن بتيجي أنا بتجي على برنامج وسط. لا بالعكس إحنا. العلاقة باللمبات اللاد والألعاب النارية. المواصفات أنت تعلم. إحنا نتبع النهج العالمي وأفضل الممارسات. إذا بتأتي حاوي إلى ميناء العقبة لا يمكن أن تفحص الحاوي كامل. نعم. هذا شيء معروف. تفحص نسبة منها، لكن الشيء الكويس اللي موجود عندنا في مواصفات والمقاييس في إشي اسمه مسح الأسواق. نعم. وأنت ذكرت اليوم في بداية برنامجه إنه كان هناك 1700 مخالف من بداية شهر رمضان. إحنا لا نعتمد فقط على الفحص على الحدود، لكن هناك جولات ميدانية لمراقبة بسموه ماركت سيرفيلانس، نقوم في البحث إذا وجدنا سلعة مخالفة حتى. نعم. الموازين سيد. طب بدي أسألك حتى الموازين تم مصادرة العديد من الموازين خلال. بدي أسألك سؤال الفينال. يلا سيد. بتشعرش انه في وانت خدمت امين عام وزاره اليوم دور الامين العام مهمش الى حد كبير، لانه لا يعني امين الامناء العامين زمان كان هم اللي يشيلوا الوزارات. انا خدمت امين عام 6 سنوات بعرف، وانا بقول لك من هذا الباب، ما بتشوف كامين عام فتره طويله ووزير الان في وزارتين انه ما زال هناك ايادي مرتجفه حتى من قبل الوزراء، ما زال هناك تردد بصراحه؟ والله يعني أنا بدي أحكي عن تجربتك بوزارة العمل. سيدي أنا بتجربتي بوزارة العمل بحمد الله، وكان عندي توجيه واضح من لما تم تكليفي بهذا المنصب، كان هناك 3 مهمات رئيسية كلفني فيها دولة رئيس الوزراء.
فنحن متفاهمين سيدي، لكن انا ليش بحكي لك الأرض قرارات جريئه دكتور، اذا سمحت لي سيدي بس انا الوقت استضفتني اكثر مره في على برنامجك الصباحي طبعا، اخذنا قرارات جريئه بخلال بعيدا عن القرارات الجريئه جريئة. ما في كان اي دمرتج لوزير ان يكون وزيرا ولديه امين عام مثلا، ما انا بقول مثلا يعني شايف انه هو لا يتبع للوزير ومش مقتنع وربما ياخذ قرارات معاكسه وربما يوقف اي اوراق ماشي. انا بعتبر بعض ابدا انا يعني خدمت في وزاره، ما بحكيش عنك انت شخصيا، لا انا خدمت في وزاره العمل وخدمت في وزاره الصناعه والتجاره وخدمت مع مجموعه من الوزراء، هي عمليه تشاركيه، ونجاح الوزير هو نجاح الامين العام، لا يمكن ان ينجح وزير بدون امين عام والعكس صحيح. انا خدمت مع بجوز 4 أو 5 من اصحاب المعالي، نعم لو ما كان في علاقه تشاركيه، لان هناك حلقه يعني لا يستطيع الامين العام ان يتخذ قرار دون العوده هناك الوزير. تجارب بعض الوزراء تقول بعكس ذلك، يعني لا اعلم، انا بحكي لك عن تجربتي، علاقتي سواء كانت في العمل او في الصناعه او التجاره علاقه متميزه، والتميز في هذه العلاقة في طبيعة علاقتك مع الشركاء ومدى رضا الشركاء سواء من القطاع الصناعي أو الزراعي أو التجاري أو حتى المواطنين العاديين في مقدرة وأكسس على الدخول على مكتب الوزير أو مكتب الأمين العام، وهذا ما ينادي فيه. نحن موجودين خدم سيدي لخدمة المواطن وخدمة كافة القطاعات الاقتصادية. شكرا لدم المسيتك الهادئة. الله يخليك بالعكس. بشكرك سعيد جزيلا. شكرا استغفر الله. شكرا معالي وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي لهذا الحوار. الله يخليك. بشكرك شكر جزيل وبشكركم أيضا للمتابعة. رمضان كريم واقتربت العشر الأواخر، إن شاء الله دائما تكونوا بالخير بالبركة والحمد لله على سلامة سيدنا سالما معافى رجع لنا الحمد لله، وبنشوفكم الأربعاء بإذن الله في حلقة جديدة من وسط البلد. أنا من نيران صديقة وسط البلد صباحا، من نيران صديقة أنا هان بدر، أحييكم إلى اللقاء. الله معكم.